أشرفت سلطات ولاية خنشلة المدنية والأمنية والقضائية بمعية ممثلي الأسرة الثورية على هامش الاحتفالات الوطنية المخلدة ليوم الشهيد على إحياء الذكرى 65 لمعركة تاوونت الشهيرة ببلدية جلال التي سقط فيها 58 شهيدا وتكبد العدو الفرنسي خلالها خسائر فادحة في صفوف عساكره بلغت 100 قتيل و100 جريح. التغطية للزميل عمر عمري. على هامش الاحتفالات الوطنية المخلدة ليوم الشهيد الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة وتحت الشعار رسالة الشهداء وفاء وبناء، أشرف والي ولاية خنشلة بمعية ممثلي الأسرة الثورية والسلطات القضائية والأمنية والمدنية على إحياء ذكرى معركة تاوونت الشهيرة ببلدية جلال أقصى جنوب خنشلة التي عاشت ملحمتها هذه المنطقة يوم 17 فبراير سنة 1958 التي شارك فيها 175 مشاهدة بعد أن حاصرتهم القوات الاستعمارية الغاشمة بوشاية من بعض الخونة انتهت بسقوط 58 شهيدا، فيما تكبد العدو الفرنسي خسائر فادحة في صفوف عساكره بلغت 100 قتيل و100 جريح. ها نحن نلتقي اليوم في هذا الموقع التاريخي لنحتفي وإياكم بذكرى مزدوجة، الأولى وطنية وتتمثل في اليوم الوطني للشهيد المصادف ل 18 فبراير من كل سنة، وهي الاحتفائية التي تحمل شعار رسالة الشهداء وفاء وبناء. والمحطة الثانية هي ذكرى محلية وتتمثل في الذكرى 65 لمعركة تاوونت التاريخية في إقليم بلدية جلال مجاهدة، والتي دارت رحاها في 17 فبراير 1957 بقيادة الشهيد البطل بلقاسم قمعون وثلة من المجاهدين الأشاوس الذين جابه الآلات والطائرات الاستعمارية بكل بسالة وشجاعة، فسقط في هذه المعركة 58 شهيد رحمهم الله بعدما لقنوا المستعمر درسا في الفداء والتضحية. ومعظم هؤلاء الأبطال كانوا قادمين من تونس متجهين نحو جبال الأوراس، وحين وصولهم إلى منطقة تاوونت طوق الجيش الفرنسي المكان ونشبت معركة ضارية بين الطرفين. دامت المعركة 10 ساعات كاملة من 1 ظهرا إلى 10 ليلا بقوات عدو يصل تعدادها إلى أكثر من 500 عسكري مدججين ب10 دبابات و5 طائرات مقنبلة، فيما بلغ عدد المجاهدين حوالي 175 مجاهدا. وبالرغم من صعوبة التضاريس المنطقة كانت خسائر العدو 108 عسكريا قتيلا و100 جريح. وقد جرت الاحتفالية المخلدة لهذه الذكرى المجيدة لأول مرة برفع العلم الوطني مع الاستماع للنشيد الوطني وقراءة فاتحة الكتاب والترحم على أرواح الشهداء الزكية. تلتها مداخلات حول المناسبة، تلاها رئيس بلدية جلال والأمين الولائي لمنظمة المجاهدين ووالي الولاية، أعربوا من خلالها عن تقديرهم وعرفانهم للأسرة الثورية بما قدموه من تضحيات يقف لها الشعب الجزائري عند كل محطة استذكار لبطولاتهم وملاحمهم وقفة إجلال وإكبار. منطقة عريانة كل من يخرج لهذا البر يموت، الشيء اللي يقضى على المجاهدين هم الطيارات والدبابات. بعد سحبوا مثال العسكر اللور وجاءوا الطيارات نهار كامل هم يقنبلوا. أيها السادة الحضور، لا أستطيع ولن نستطيع معا أن نفي للشهيد حقه وأن نتذكر مناقبه.
معركة تاوند هي واحدة من 10 الملاحم التي خطها الشهداء الأبرار بدمائهم الزكية بمنطقة أوراس خنشلة، تبقى ملهمة الأجيال المتعاقبة بالعبر عبر التاريخ، تشد من أزرهم وتذكي في نفوسهم مشاعر حب الوطن وصون رسالة الشهداء الأبرار.